هلا مشاهدينا منتابع فقرات صباح اليوم لنهار الاحد ومنوصل لاول فقره لليوم، يعني فقره جديه. علمونا كيفك شانتال؟ كثير منيحه. منيحه مش شو عم تكذبي؟ مش منيحه. ماشي الحال؟ يلا معلي، بعرف نهار الاحد هيك دائما بيكون شوي صعب لانه عاده كل العالم بيكونوا مفرسين ونايمين ونحن بنوعى بكير. انا ما عندي مشكله نام بكير نهار السبت واوعى اتصبح فيك انا ابدا. تعالوا انا كمان. شانتال اليوم بدنا نحكي عن الاب سايكلد فاشن. صح. فسري لنا شوي عنا هيك للمشاهدين يفهموا شوي اكثر عن شو بدنا نحكي. هيدا هلا صارت مثل ظاهره زينه باوروبا، كرمال هيك قررت انه نحكي عنها اليوم. ونحن عملنا فقره قبل بمره عن السستينبل فاشن وعن الاب سايكل فاشن، وهذا موضوع بحكي عنه انا على طول لانه عم بصير شوي شوي يتحول شوي لترند وعم بصير اذا بدك منتشر اكثر. بس هالفترة عم يبلشوا يفتحوا بزنسز أكتر، خصيصا بباريس، بمنطقة باريس عم يفتحوا بزنسز وشرك ومحلات وحتى خدمات منزلية خاصة بالأب سايكل فاشن، من بعد ما بلشوا براندز الأوت كوتور يشتغلوا بهالتكنيك. أول شيء بلشوا يعملوه يستعملوا ماتيريالز أو إشي عندهم إياها من قبل من كولكشن سابقة، مواد عندهم إياها أو إشي ريسايكل ويعملوا منها كولكشن. أوكي، هون بس نفسر شوي بالعربي، يعني هي إعادة تدوير الأقمشة وكل شيء خصو بالموضة لنستفيد منه مرة تانية وتكون مش مؤذية للبيئة. إعادة التدوير هي الريسايكل بالفاشن. الأب سايكلد فاشن هو قطعة أنت عندك إياها بتحسن فيها وبترجع تلبسيها، يعني أب سايكلد هو يعني ترجع تضبطيها للقطعة وترجع تلبسيها. اللي عم بيصير هلأ أنه بلشوا البراندز الأوت كوتور يجمعوا القطع الفينتج الموجودة بمحلات الفينتج بباريس ويرجعوا يعملوا منهم كولكشن، زيدوا عليهم زرار وامبرويدريز ونزلوا الكولكشنز بالاول من دون ما يعلنوا انه هيدا اب سايكلد. ومن بعد ما كثير حبون العالم بلشت تدرج فكره الاب سايكلد فاشن اكثر بالبراندز. ونحن بنعرف اصلا انه هي الموضه شانتال كثير بتتكرر، يعني صح. كل الموضه يلي بنشوفها اليوم بتكون كانت دارجه بحقبه سابقه وبس ما بنقدر نلبسها مثل ما هي، دائما بنحس انه في شيء لازم ينزل لها لتصير عصريه اكثر لتصير تشبه اليوم. خاصة هالسنة، يعني هالسنة السايل هو ستيل التسعينات اللي كان ملبوس، يعني صح. على قد الفينتج فاشن لأنه صار قاطع على قد 30 سنة، كل القطع الفينتج هي اللي أنت فيك تلبسيها هلا. نحن بنلبس شو كانوا أماتنا يلبسوا بالتسعين، هاي ويستد، الكتف العريض، القطع التوينز اللي مع بعضها، السيركلر كاتس، كل الأشياء اللي عم نحكي عنها الفينتج كاتس اللي لبسون أهالينا من عمرنا عم نرجع نحن نلبسهم هلا. صحيح. هالشي اللي قوى كثير الأب سايكلد فاشن. أوكي. اول شيء رح نشوف بالصور سوا اكزامبلز امثال عن الاب سايكلد فاشن. اول اوتفيت عنا هي اوت كوتور لفيكتور اند رولف. فيكتور اند رولف صارت اذا بدك مثل ايمج للبراند عندهم انه هن بيشتغلوا ريسايكلبل فاشن، يعني صارت كل الكولكشنز اللي هن بيعملوها معموله من زرار وشك وقماشات موجوده من قبل، وهذا صار مثل تشالنج جديد للديزاينرز. بطل هلا الديزاينر بس شغلته انه يعمل لي كولكشن حلوه، صار انه لازم يعمل كولكشن حلوه تكون سستينبل ما تاذي البيئه وتكون يا اب سايكل يا ريسايكلبل، وحده من هو اثنين. يعني صار في اشياء زياده، شروط زياده لانت تقدري تقدمي كولكشن تسكري فيها كل هال. بس بتخيل الاب سايكلد فاشن هي اهين شيء لهم، لانه نوعا ما بيكون شوي المود موجود، يعني هن مش عم بيخترعوا لوك جديد او ترند جديد، هي موجوده عم بيجربوا قد ما فيهم يجددوها. ايه ريسايكلبل اكيد اصعب لانه بدك تحولي الماتيريال اللي عندك اياها، حيالا شيء انت عندك كان بلاستيك من سنيكرز وبدك تحوليه لقطعه ثانيه، في اكيد شغل تشتغلي من اول وجديد. صحيح. يعني اوكي، هلا باول صوره كنا عم نشوف فيكتور اند رولف باول اوتفيت بالامبرويدري وبالزرار، بتاني صوره ايريس فان هيربن الديزاينر اللي بحكي عنها على طول اللي بتشتغل اشياء كثير ارتستيك كمان ريسايكلبل، وباخر صوره ميزون مارجالي اللي هو جون غاليانو عم يشتغل سستينابيليتي. هو اللي حبيت فرجه انه من اكبر البراندز عالميا عم تشتغل بريسايكلبل فاشن. هون الشيء الحلو انه هالسنه على الرانوي براندز مثل كلوي وسيلين وهاي اند براندز بتشتري من عندهم ساكيت، كانت الساكيت اللي هن منزلينها على الرانوي
upcycled fashion الساك مثل ما لاحظت زينة اللي نزل منه فرنجز هو قطع جلد موجودة بالأتوليه من قبل عملوا فيها فرنجز وحولوها لساك براند نزل على الرانوي كانت البراند أكيد upcycled الباتشت جينز هو من النمبر 1 ترند هالسنة انه ينجيب قطع مربعه من الجينزات اللي انت عندك اياها وتحوليها لاوتفيت كامل يعني خاصه انه الدنم هو من القماشات اللي كثير بتهدي لوقت طويل وكثير جباره صح وكمان هين مزجه لانه الجينز مش دائما ضروري يكون ذات اللون يعني صحيح. فيك تلعبي بين الجينز الفاتح الجينز الغامق وهذا الشيء اللي عم نشوفه بهيدا اخر اوتفيت كمان من رانوي هالسنه كان فولي معمول ابسايكلد فاشن من النتوير اللي لبسته لسا كان بلشت تشوفيه بطريقة ما بتلاحظي انه هن ايتمز معمولين من اشياء موجودة بالاتوليه رح ننتقل على الصورة اللي بعدها لنكفي نحكي عن موضوع الابسايكلد فاشن الموجود هلا بباريس في سكابيريلي اللي بنحكي عنه عطول اللي هو نمبر 1 هلا بالاوت كوتور وخاصه بفاشن ويك اعتبر انه هو صار من الابسايكلد ديزاينرز لانه بتذكري مره قلت لك انه استعمل ذهب دوبهم ورجع اشتغلهم امبرويدري هذا الشيء اللي خلى القطعه تصير ابسايكلد لانه هو بالنهايه كان عم يدوب هيدا الماتيريال وعم يرجع يكونها لتطريز ولالوان ويرجع يشتغلها على جاكيت وبالصوره الثانيه هي من القطع الفنتج اللي انسحبت من السوق بباريس رجعت تحولت انشك عليها الاوتفيت الامبرويدري الثاني كلوي شو ناعم بطريقه ايه. ما بتحس كانه انه هي مشكوكه كثير هيدي من القطع اللي انسحبت من السوق اللي قلت لك انه ديزاينرز بلشوا يسحبوا القطع الفنتج اللي عندهم اياها من 30 و40 سنه اللي بتنباع كثير بالمحلات بباريس بهيك باسعار رخيصه وبحبوا يشتروها العالم سحبون وعدلوا عليهم شكوا عليهم ونزلوا كولكشنز كثير حلوه وكثير حبوا الفكره الاوروبيه انه عم يرجعوا يشتغلوا بهالموضوع وصار في بزنس صغيره انت بس يكون عندك قطعة بالبيت بتدق إلى هذه الشركة وبيجوا لعندك على البيت مع المكنة ومع الغراض ودي upcycle your item بيحولوا لك الايتم اللي بدك يا هيدا لو موجودة هون بزينة كنت أنت ضليتك على التليفون كانوا ضلوا عندي أنا كنت لهم خلص نقلوا إقامتكم ما تتعذبوا رح أرجع بالضبط القطعة هلا صارت درجة كثير خاصة إنه صارت خدمة منزلية إنه بيجوا على البيت وبحولوا لك القطعة وبلشت تدرج هون يعني كذا حدا بلش يحكي بموضوع إنه بدهم يفتحوا كونسبت الأبسايكلد فاشن أونلاين تبعتي قطعة أنت عندك إياها وتقولي لهم شو بدك تحولي فيها حلو أنا أصلا بحس هيدا الشيء سهل حتى يعني أنا شخصيا إن كتير أوقات بغير إشياء عندي بالخزينة عن جد وكتير ناس بيقولوا لي إنه كيف إلك جلادي وكتير بدها وقت هي عن جد ما بدها وقت هي فكرة بتكون كتير صغيرة أوقات بزرار ممكن نشتريهم نغير جاكات يعني أنا حتى بالشوبينج أوقات بروح بشوف جاكات بعرف إنه هي أنا نوي ألبسها مثل ما هي بس بتزبط فيها بتزبط فيها برسم الصورة بجي على البيت بنفذها يعني هلا أنت قريتي لي أفكاري أنا وقفت هون وكفيت السلايدز كيف قطع نحن عنا إياها بنقدر حولها بالبيت قلت لها شوي هيك فرج العالم قديش اكسسبل الفكره قديش بتنعمل إيه لانه هي الناس دائما بيقولوا لك انه هي مش معقول زينه شو بتعمل لا هو مش زينه بتعمل اشياء هن عن جد الاشياء هالقد سهله يعني حكي شانتال حكي إيه؟ انا لانه بعرف عن جد قديش بتظبط بقطعك وخاصه انه في قطع زينه كثير العالم بتحب تلبسها كثير كانت موجوده السنه بالستريت ستايل والعالم على طول بتسالي مثلا وين في لاقي منهم هول اللي بيجوا نص سويتشيرت نص دنم كوتس المقسومين شميزات هو لأسهل طريقة بالأبسايكلينج لحيالة قطعتين أنتوا عندكم إياها لتحولوها لهيدا الشيء خاصة الدنم من أكتر الأشياء اللي أنت فيك تحسني فيها وتحوليها هو القطع اللي عم تشوفون هون كانوا من النمبر 1 ترند خاصة ألكساندر وانج اللي نزل هيدا الترند أنه يكون في نص سويتشيرت نص دنم هي بكل سهولة فيها تكون أبسايكلد فاشن من قطعتين أنتوا عندكم إياها بالبيت سويتشيرت وجاكيت جينز انقسموا نص وانجمعوا والأشياء اللي بتكون مخزقة هي بكل سهولة بتنعمل بالمقص او بالشفره بتتسلي فيهم وهن هيك بيعملوا القطع الدنم اصلا في كثير فيديوز يعني فيهم العالم يشوفون على يوتيوب يعني يقدروا يتعلموا الطريقه كثير سهله بالبيت هيدا الموضوع على طول بنركز عليه مش بس انه يعني مش الواحد عم بيوفر اذا عم بيزبط القطع اول شيء في كونسبت عالميا عم ينحكى فيه
قصة السستينابيليتي، القطع ما بقى تنكب لأنه صار في كمية إنتاج كتير كبيرة بالموضة من قماش للقطع. تاني شيء، في قماشات معينة أنا بحكي عنها عطول أنه لازم تحولوها، لأنه هيدا قماشات تقيلة ما بتنتزع مثل الدم مثل الجلد مثل الدنم. في أنواع من القطن، هلأ في إشياء رح نلبسها 6-7 مرات بتتخزق بتكبيها، بس في قطع بتتحمل مدة طويلة، هو الإشياء لازم يشد أب سايكل دم، لازم تحسنوها، خاصة إذا بتبقى قطعة أنت بتحبيها وبتحسيها هيك شوي قديمة وعبالك تزبطي فيها. رح ننقل على الصورة اللي بعدها كمان لنشوف how you can upcycle denim، كيف فينا نحسن القطع للجينز اللي نحن عنا إياها. فكفكوا الجياب من ورا. هلأ هون شوي صارت أكتر متقدمة، بس زينا نحن عم نحكي إشياء هون برانز عالمية، يعني عم بيبيعون بشكل مش طبيعي ونمبر وان خيالية. يعني بالوقت اللي أنت فيك تعمل شيء يمكن قريب منه، أنه مش ضروري تكون نفسها، بس أنه فيك تقربي على الستايل اللي هو معروض. تعرفي أنه هنا عن جد أكيد بدك خياطة، نحن ما عم نقول أنه هو الأشياء أنتو بس عملوهم بالبيت، إذا ما بتعرفوا كل شخص فيه خياطة حد بيته بتشتغل هيدا الأشياء. كتير سهل تجيب الجينز عندك يا، وإذا أنت عم تكبي جينزاتك هن استعملوا الجيب وعملون كاباتشز أو بيقسموا القطعة للجينز وبيوصلوا فيها قطعة تانية أنت عندك ياها. هو الأشياء سهلة إنها تنعمل، خاصة الباتش دنم. الباتش دنم يعني اللي عنده كتير جينزات يفتح براند ويجمعهم ببعضهم ويبيعهم، لأنه كتير عن جد. وكنا عم نقول الدنم الحلو فيه شانتال إنه ما منعطى الهم التكستشر تبعه أو اللون، يعني فيهم ينمزجوا كذا مع لون بعضهم. مع بعضهم الجينز الفاتح الأغمق الكحلي بيطلعوا شيء حلو، بيطلعوا حلوين سوا. كتير كتير دارج السنة تعملوا تايلورد كوتس كمان بالدنم، يعني قطع دم عندك اياها اذا فيك تعمليها كورستيه بتطلع حلوه، تقصيها تعمليها بوليرو تطلع حلوه. في مره حكينا انا وياكي انه تنوره الميدي سكيرت الدنم بس تنفك من النص، الجينز الدنم بس ينفك من النص بيتحول لتنوره، بس تعمليها انفلوب وبتقصيها. كثير فيك تستعمليها انه بالنهايه قماشه تغسلت وإلها ديجراديشن حلوه ممشحه، فيك تستفيدي منها وين ما كان اذا في خياطه قريبه، مش انه انت اللي عم بتحطي. لانه طلعتي فيها بس قلت لك نعملها كورسيه فيها شغل. فيها شغل كورسيه، عم فكر انا انه اليوم اليوم لازم اعمل كورسيه. ما دام حكيت هيك انا بدي اعمل ايه هلا عن جد، انه لا لانه عم فكر قد ايه عن جد في عنا اشياء بالبيت، وخاصه الجينزات، لانه كلنا عنا كثير جينزات وبيوصل فتره بنصير هيك انه هيدا ما عم بلبسه، هيدا ما كثير عم بستفيد منه. اليوم صار فينا نستفيد اكثر شيء لانه بتبطل موتو الجينز، لانه كل سنه بينزل ترند جديد. صح. من اكثر الاشياء اللي احنا بنغيرها، يعني فرق كثير من 10 سنين شو كنت تلبس الجينزات، كلنا عنا كتس بالخزانة قصت ما بقى نلبسها. رح نختم ببعض صورة نقلت شوي من الدنم اللي هو من أكتر الأشياء اللي بنعملها أبسايكل، للأشياء اللي بتنزيد على قطع دنم من الترندز اللي كتير دارجة هالسنة، أنك تزيدي شك وإمبرويدوري على قطع الدنم اللي عندكم إياها. دولشي أن جابانا الرنوي تبعهم السنة كان كله من هالترند، والأشخاص اللي بتحب تشتغل هالأشياء اليدوية كتير رح تعرف، خاصة أنه عنا كتير عالم مزوقة بهالأشياء. يعني نحن كل الأشخاص بالبيت ستات قبل كانوا يعملوا كروشيه، كانوا يشتغلوا بالدانتيل، يعني هو الأشياء أصلا هن بيعرفوا كيف يعملوها بدل ما يندفع حق جاكيت 3000 دولار. هو القصص يعني أنه إمبرويدري عم تنشك على على جاكيتات الدنم، ومن النمبر 1 ترندز هالسنة. حتى الفرنجز اللي عم تشوفيها على تاني جاكيت هيدي موجودة فلت. ايه هيدا جاي قلك يا شانتال، جاي قلك انه للعالم يلي ما كتير يمكن بيعرفوا او عندهم حدا بده يشكله، لانه بنعرف كمان شوي انه الشك غالي، يعني اذا بدك تروحي حدا يشتغل لك اياها من الاول فيهم يجيبوا ماشي خالصه مشكوكه وهن يعملوها طبيعي مثلا أكيد. على الجيبه او هيك، يعني بتخيل مش بالضروره انه تكون كلها مشكوكه مثل ما كنتوا عم تشوفوا بالصوره، بس حيلا شخص بحب يزيد اشياء هو اللي بالنهايه خرز وستراس ملمع بتنزيد على القطع، او بتبقى رولويات فرنجز. هيدا جاكيت من اغلى الجاكيتات اللي نزلت السنه الماضيه، هي رولو فرنج تنوصل بس على الجيب بين من قدام حيلا وين ما كان، يعني عند المحل هيدا الصغير اللي بيبقى بالمنطقه اللي عنده زرار وهيك بيبقوا عندهم اياهم، يمكن كمان كثير من زمان وقطعت فتره ما حدا عم يستعملهم. مزبوط. وحتى شانتال يعني انا بتذكر انه مره في جاكيت عملتها جبت زرار
زرار ذهبي واسود وهيك كلهم، وعملت الكتف تبعها كله انا بالبيت من زرار. وهلا هيدا ما هلا هول الاشياء اللي عم نحكي عنهم زنا اللي كثير دارجه سنه، حتى البروشيت اذا عندكم بروشيت من قبل كثير دارجه سنه، البليزر او الدنم جاكيت اللي عندكم اياها تملوها كذا بروش بذات الوقت خاصه على الكمام. اخر صوره رح اختم فيها لليوم غير الدنم جاكيتس اللي كثير هين انه ينعمل لها اب سايكلد فاشن، البليزرز كمان كثير بعد عندنا صوره ايه بعد في صوره رح اختم فيها الاب سايكلد جاكيت سوداء تذكرتك وحطيتها كرمالك على طول، في صوره هيك بحط لك اياها بس انا بتخيل انه زينه بتطلع حلوه عليها. هولي جاكيتات اللي عم نشوفهم هن جاكيتات رجاليه، اول وحده تحولت لاوتفيت جاكيت بليزر، استفيدوا من بدلاتهم ما رح ينتبهوا هن اصلا ما بيعرفوا شو عندهم، خذوا هالجاكيت سموها تنوره و استفيد منهم شيء يعني تنورة وبوليرو من جاكيت رجالية، وبتاني واحدة بس قصمتها من النص وعملتها اوفر سايزد وبليزر كات حلوة بتلاقوها كتير حلوة عليكم، وكل واحد عنده هيك جاكيت حلوة عليكم. ايه اوقات بروح لونها اوقات هيك بتحس ايه انه هيك جربت شوي. هيدول الاشياء يعني حتى موجودين خالصين بس فيها تنحط وتتقطب، يعني مش ضروري كل وحده خرزه بخرزتها، محلات الشكل بتجيبي مثلا نص دراع وبتوصليها على كتف الجاكيت وبصير عندك عن جد قطعه بتلبسيها على عرس او كمان عقوده، يعني اوقات بيكون في عقد لولو مثلا مزبوط. او في جواته هيك كمان افتكر انت اللي لازم تفتحيها انا يعني عن جد كثير بحب اعمل هيك اشياء، وبتذكر انه من انا وكثير صغيره كنت اشتغل هيك اشياء بالبيت، حول اشياء عندي اياهم كثير قليل يعني اغراض استغني عنهم، لانه دائما بقول انه بلا هيدي في استعملها. هذا الشيء بفرج قد ايه شخص يكون كرييتيف، خاصه انت شو ما كان هيك بتحوليه لشيء ثاني، بالعكس هذا الشيء كثير حلو يكون موجود هيك كطريقه تفكير. وذات الشيء شانتال بينعمل مع الشوز يعني صح. حتى في كثير ناس بيقولوا لك انه سكربينه مثلا او بوتين قديم، يعني مره انا هذيك المره كنت بالسوق شفت بوتين كثير حلو هيك لونه كامل وحاطين له مثل جنازير ذهبي، كان كتير سعره مرتفع عن جد، صرت قول انا شو بده هيدا، يعني حيلا بوتس عندك اياه بالبيت انت كامل او اسود فيك تحطي له الاساور يلي انت بتحطيهم بتفوتيهم بالبوتس او بتعملي له عقده وخلصت. مزبوط، هول اشياء كتير سهله تنعمل بالبيت وما تكون الفكره كتير بعيده، وكتير حلو انه تقدروا تحولوا قطع عندكم اياها بدل ما تنكب تحولوها لاشياء حلوه تقدروا تستفيدوا منها، وعم تكون نمبر 1 ترند عم نحكي عنها ومثل ما قلتي يعني كمان خاصه اليوم بالوضع الاقتصادي الصعب شانتال يعني فيها كل سيدة ببيتها تستفيد من الأغراض اللي عندها. شكرا لك شانتال، شوفك على رد الأسبوع المقبل.